صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة آثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدية حسين. ياه، الواحد فرحان قوي وهو حاسس إنه رجع بلده مصر، رغم إن أغلب المعالم متغيرة، بس أنا مبسوط. طبعا يا كتير، لازم المعالم كلها تبقى متغيرة. أنا مش متأكدة من التاريخ دلوقتي بالظبط، بس متهيألي كده إحنا في القرن العاشر أو الـ12 قبل الميلاد. يا غدير، ده عصر مختلف خالص. طب لو فكرت أروح أشوف بيتنا زمان، هلاقي مكانه إيه دلوقتي؟ احتمال يا نادر تلاقي مكانه صحرا، واحتمال تاني يبقى أراضي زراعية أو قرى من فوق النيل السبع أو حتى ترعة، واحتمال ضعيف يكون جزء من المدن اللي قامت زمان، طبعا على حسب مكانه. على كلامك يا هدهد، انا هحتاج خريطه من العصر القديم علشان اعرف اوصل، ويعالم اعرف اوصل ولا لا. طيب بقول لكم ايه، ما تخلونا نشوف بارس وهديني والخدم والعبيد اللي معاهم وهم رايحين لمعبد امون، ولا معبد هركليز اللي كانوا بيتكلموا عنه ده. صحيح، فكرتني يا بكير بالخدم والعبيد اللي مع بارس، كانوا بيقولوا انهم من زمان بيحلموا يزوروا المعبد ده علشان يبقوا احرار. وبصراحه ما فهمتش هم قصدهم ايه. المعبد ده يا نادر كان مشهور من زمان ان في حاجه اسمها حق الاستجاره، وفي عبيد كتير كانوا بيهربوا من اسيادهم وبيلجأوا لمحراب معين في المعبد ده وبيهبوا انفسهم لخدمه الاله هرمس، وبعدها كانوا بيعلموا جسمهم بعلامه معينه وبيكونوا اصبحوا ملك للمعبد وبيبقوا خلفه من صفوة اسيادهم. غريبه قصه المعبد ده، يعني زمان كانوا عبيد العالم كله بيحلموا يزوروا المعبد ده علشان يخلصوا من عبودية البشر ويفضلوا يخدموا في المعبد ده وبس. مصر طول عمرها بتجذب أنظار الناس كلها علشان تزورها وتتمنى تعيش فيها كمان، بس أنا برضو مش عارف العبيد اللي مع بارس هل ممكن يقدروا يفلتوا منه ويلجأوا للمعبد ده ولا لا. تعال نشوف هما يعملوا ايه. لا 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 لا، معلش يا عم الهدهد، الجملة دي المفضلة عند بكير، ومعلش مش هنروح في أي حتة غير لما نسمعها من بكير. ماشي يا سيدي، يلا بينا نشوف هيعملوا ايه. احنا وصلنا ولا لسه يا فارس؟ انا تقريبا شايفه المعبد، مش هو اللي هناك ده؟ ايوه صح يا هلين، هو دقايق وهنكون جواه. مولاي يا امير فارس، اسمح لنا نبدا سموك وندخل المعبد علشان نبلغهم بوصول. ايوه يا سمو الامير، علشان تجهزوا باستقبال جديد بتمور. خلاص اتبقوا يستنوني جوه المعبد، وحافظوا على القرابين اللي معاك، بس لازم انا اللي اقدم القرابين بنفسي للكهنة. اوامرك تمور. انا واضح ان الخدم والعبيد بيحبوك قوي يا بارد. دور معايا يا صاحبي، يلا المحراب المقدس طريقه من اي غرفه. انا متهيألي هيكون مكانه زي باب المعابد، خلينا ماشيين على طول لحد ما نوصل اخر المعبد. طيب بسرعه، رد بسرعه، خلونا نوصل للمحراب قبل ما الامير فارس يوصل للمعبد. احنا لازم نطلب حق الاستجاره من الكهنه اللي هنا، احنا المفروض ندور على الكاهن الاعظم كمان. الكاهن الاعظم؟ الكاهن الاعظم دايما موجود خصوصا في المحراب المقدس، وانا متاكد ان الالهه هتساعدك وهنوصل للمحراب المقدس ويتحقق اخيرا حلم الامم. اهو انا مش مصدق عليك، المحراب المقدس في الوش بعد خلص الاعمال الثلاث. يلا يلا يا جماعه، مدوا بسرعه، بسرعه، مجرد خطوات، مجرد خطوات. أهلا بكم في معبد كامل الإله عمود
والإله خوف وهكريم. انتم شكلكم أغراب على الأرض كده. أيوة يا مولاي الكهنة الأعظم، مش ده معبد الإله هرمس والبطل هكريم؟ الإله خنصر هو نفسه اللي انتم بتسموه الإله هرمس والبطل هكريم. بعد ما ضرب معبد هرمس الملك المعظم أمر بإقامة تباتيلي في المعبد، وبعد وفاته عبد هنا المعبد، والمعبد ومدينة أمونجر اشتهر باسمه، واتبنت كمان مدينة هيراكلون جنب مدينة أمونجر اللي فيها معبد إله أمون وهكريم. هي دي غرفة المحراب المقدسة اللي فيها حق استجابة التعبير؟ أيوه هي دي. أي عبد بيوصل الغرفة دي لو الحق يرك سمية آلهة أمون وهكريم والكهنة والملك المعظم، ويبقى ملك المعبد ويكرر حياته بخير للمعبد. مولاي الكاهن شرف لينا اننا نقابلك، احنا جينا النهارده بنطلب حق الاستجارة من الالهة امون وهكريم، بنطلب الحماية لسمو الكاهن المعظم. ادينا الامان. انت تطلبوا الامان، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. امون هكريم واضح انكم جيتم من سفر طويل. انا هبلغ الكهنة يجهزوا الاجتماع الكبير، يتجمع فيه كل الكهنة وعبيد الارض ويعلنوا تحرركم من عبودية البشر، وانكم بقيتوا من اتباع المعبد، ودين اكتفكم بعلامة خدمة المعبد. اطمنوا مولاي الكاهن الاعظم. أنا سامع صموك بتكلم العبيد والخدم بتوع وبتقول لهم إنهم هيبقوا ملك للمعبد، وده ما ينفعش لأن هما ملك لي أنا ومملكة الراس. أنت تبقى مين يا زائر المعبد؟ أنا بكر ابن الملك ريام ملك الراس، وجاي هنا زيارة للمدينة أنا وزوجتي الأميرة لينا والحاشية بتاعتي علشان نقدم القرابين للمعبد، ودول الخدم والعبيد والحاجات اللي شايلينها في ايديهم دي تبقى القرابين اللي جهزناها للمعبد. من فضلك تقبلهم مننا، وانا هاخد الخدم والعبيد ونمشي، واكيد هنزور المعبد تاني انا او اي حد من المدينات، وهوصيهم ان هم يقدموا قرابين كتير للمعبد. القرابين اللي مع الخدم احنا قدناهم، وباقي الكهنة هياخدوهم منهم. وليك جزيل الشكر يا امير على الكلام الجميل، وبنرحب بيك انت واي حد من عندك او من بلدك هنا على ارض كده، او زي ما انتم بتسموها ايجيبتوس، وتشرفنا بزيارتك. الشرف لينا احنا يا مولاي الكاهن. اسمح لنا بعد ما نقدم القرابين انا وزوجتي هنصلي في المعبد ونمشي مع الخدم والعبيد بتوعنا. اسمح لنا يا سمو الكاهن المعظم. طبعا المعبد مفتوح لاي زائر يصلي فيه في المواعيد اللي احنا بنحددها، وتقدر تصلوا في مقاصير الاله عمود والاله خلص. لكن من دلوقتي لازم تتعلم تخدم نفسك يا امير، علشان الخدم والعبيد بقوا ملك المعبد ومش هيقدروا يرجعوا معاك على مدى البعد. ازاي يا مولاي الكاهن؟ انا مش فاهم كلامك. موقف احنا واقفين في المقصورة المقدسة في المعبد، واي حد من العبيد لما بيوصل هنا ويطلب حق استجارة المعبد مفيش حد يقدر يرجعه، لانه بيعتبر محي من كبير الالهة الاله هامون، وبيبقى ملك للمعبد. وفعلا كل عبيد طلبوا حق الاستجارة وبقوا ملك للمعبد. ولو حبيت يا امير تفضل وتشوف حفل تتويجهم وتحررهم من العبودية، أهلاً بك.
ازاي يا مولاي الجاهل؟ دول ملك؟ طيب انا وزوجتي مستعدين نقدم قرابين وجنود وذهب للمعبد والخدمة الاله امون، بس يرجع لي عبيدي. اكيد كنوز الارض ما تغليش على المعبد وكهنه المعبد. مولاي الجاهل اسمح لي، الكنوز اللي بتتكلم عنها الامير فارس دي مش بتاعته، كل الكنوز اتسرقت مني لما كنا في مدينه الصيف. اتسرقت؟ امال الكنوز دي بتاعت مين يا بابا؟ الكنوز دي تبقى بتاعت الملك اللي لو ملك مصر، خدمه مصر دي الاميره الجديده قبل ما تعرف على امير بلدي. يعني دي تبقى زوجه الملك اللي لو مش زوجتك يا امير بلدي؟ ايه الكلام ده يا خدم؟ انتوا الظاهر من كتر رغبتكم انكم تسيبوني بتقولوا كلام فارغ. طبعا الاميره دينا يا ولاي الجاهل تبقى زوجتي انا. خلاص انا هسيبكم هنا في المعبد ما دام في رغبتك، وهمشي انا لزوجكم باقي الحشيش. مولاي الامير فارس استنى، واضح انك ما تعرفش قوانين كامل. انت بتقول كلام والخدم والعبيد قالوا كلام تاني خفيف، انك فارق وخاطط لزوجة غيرك، والكلام ده ما ينفعش ما ينفعش يا فتر كده. في ايه يا بلد؟ انا خايفه قوي. تقصد ايه يا مولاي الجاهل؟ انتوا كلكم هتروحوا دلوقتي لقصر الملك المعظم بروجرس، وهو لا يحكم بينكم بالعدل. انتم معبود عليه. سؤال الحلقة 39، من هو الذي كرس له المعبد الخاص باستجارة العبيد؟ زيوس، أثينا، هيركليس؟ ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، الإخراج سعدي حسين.